لعن الله الراشي والمرتشي والراهش والراهش تحديث الرسول صلى الله بعض عليه وسلم. الفتاوى التي نسبت للرموز السلفيه اباحه الرشوه بشرط ان تقدم بنيه انها صدقه، يعني حتى تنجز المصالح، يعني طب انا اسال، هل اباح الاسلام الصدقه في ان اخذ حق الغير؟ هل اباح الاسلام الصدقه في ان اخذ حق ليس لي؟ هل اباح الاسلام الصدقه ان اخذ حقي بمالي؟ كل ده مرفوض، ودي تبريرات غير سليمه، وتبريرات من يريدون تخريب المجتمع وتدميره وليس بناؤه. البناء الصحيح للمجتمع ان نطبق فيه الدين الصحيح. الدين الصحيح لما الرسول لعن الله، يعني ده مطرود من رحمه الله سبحانه وتعالى. ما اقولش والله اقدم على تبقى صدقه، او انا اطلع بنيه الزكاه، طلع بنيه الزكاه ازاي؟ طلع بنيه الزكاه وانا هاخد حق واحد غيري. حتى لو دلوقتي الرشوه دلوقتي او بقت اسمها اكراميه، يعني بقت جزء من حياتنا. هو اسم شيك عاملينه عشان ما تبقاش رشوه، انما طالما انا بدي مال مقابل قضاء مصلحه يبقى رشوه.